السلام عليكم خاوتي، جيكم اليوم في هذا الفيديو خفيف اللي رايحين نحكيو فيه كيفاش نخدمو ميتيور ديس بالبوشوار اللي فيه فانتاج ونفينيوها بالفينيش كاطرفا. كما راكو تشوف الصوره خاوتي، نخدم في المي لاباط زيلوندوي ونفوتو عليها الرولو. الرولو خاوتي كيما تحبو نتوما، اي رولو يعجبكم، موتيف اللي حبيتوه. من بعد خاوتي نستعملو الماء ونستعملو ليسوس باش اللي سيوه يعطينا النتيجه المظاهره قدامكم. من بعد نحطو البوشوار كما راكو تشوفو خاوتي، نخدمو الجدار تاعنا بالبوشوار كما راكو تشوفو. هكذا كان اللي حب يدير بوشوار طريقة نظامية، كان اللي حب يديرها عشوائية، الاختيار يرجع ليكم خاوتي كما تحبو نتوما. بعد خاوتي ما نحيو البوشوار بعد واحد حوالي 5 دقائق 10 دقائق، نفوتو لا ليساس بالطريقة هذه باش نرقدو الكرون تاع لاباط. نفوتو المرحلة خاوتي، نستعملو فيها البابي فير 150 و 100 ولا 180 على حساب الخشونة تاع الموتيف اللي خدمت نتايا. نفوتو نبونسيو غير بالخفيف خاوتي كيما راكو تشوفو. هكذا خاوتي باش تسهل علينا العملية تاع اللي نستعملو فيها الفينيكس. دركا خاوتي راه نحطو الفينيكس، نحطو الطبقة الأولى والثانية اللي راح تكون أرجون. الطبقة هذه خاوتي راهي أساسية بزاف، لأنه لو كانت تحط الطبقة الملونة مباشرة راح يشربها لك لاباط. خاوتي دركا كيما راكم تشوفوا لحقنا المرحلة اللي راح نحطوا فيها فينيكس كاطرفا. فينيكس كاطرفا كيما راكم تشوفوا خاوتي. أول حاجة خاوتي قبل ما نبداو نفينيو البانو تاعنا، لازم نغلفوا لي كوطي تاعنا على لاكوش ولا دروات، هكذا باش كي نكونوا نخدموا بلا بروس ما نقيسوش كيكو سوا الحيط يكون مخدوم فيكساتور ولا يكون مخدوم امباتيو ديكوراتيف. داكور خاوتي، دركا تبعو معايا الطريقة لي نحطو بيها الفينيكس كاطرفا تاعنا. أول حاجة أغلب الحياة لازم تتبع الموتيف، أنا عندي موتيف دائري، بوشوارة تاعي دائري، تبع هاك بالطريقة هاذي. نجيو دركا مرحلة المسح بالسفنجة. دركا خاوتي كل واحد تاريخه، أنا تاريختي الخاصة زي، والطريقة اللي معلوم اللي نعرفوها هو أنه غلفنا نحطو البونجا في السطل نعصرها بالماء ونمسح. أنا يا الطريقة تاعي مختلفة شوية، أنا نخدم بهذا. دركا نقولكم علاش نخدم بهذا. المسح خاوتي كي العادة بطريقة دائرية ثانية، كيما حطينا الفينيكس كاطرفا كيما نمسحو بيت بالبونجا. نحاولو نضغطو شوية على الفينيكس كاطرفا، نحاولو نضغطو الفينيكس كاطرفا باش ندخلوه لداخل في الموتيف. المسح اللي راح نزيد نديرو دركا، الماء ما نحطوش هنا في الجدار، حطوا فيه اسفنجة خلاف، ماشي البونجا الأولى، هذه اسفنجة خلاف، بونجا خلاف، حط الماء لهنا، باه نمسح خفيف، نمسح هذي لهنا، ونخلي اللون نخليه لداخل، كيما نقولوها في داخل الموتيف، ما نخليش على سطح الموتيف. نفس الطريقة خاوتي اللي نحطو بها الفينيكس كاطرفا اللون الأول واللون الثاني، نفس الطريقة ثاني نحطو بها الفينيكس كاطرفا أرجو. نرجعو للتوضيح خاوتي، على بالي بعدا راح تسقسيوني تقولي لي محمد علاش ما استعملتش بونجا في السطل تاع الماء وعلاش راك استعملت هذي. أنا استعملت هذي لأنه كي نستعمل البونجا في الماء ونعصرها ونهز نكون نمسح راح يسيحولي البطرات تاع الماء. داكور خاوتي، يسيحولي البطرات هاي
من بعد كيجف الجدار تاعي مش يبانو، يولي البانو سايحين. لفتوا عليها اللقطه هذه سي، خاصه في لي في مارموريزاتو ولا في لي في الاخرين، كي نمسحو كي نغطسو البونشا تاعنا في السطو تاع الماء ونهزو ونمسحو لهنا نتكا يسيحو لنا الماء. والله ما يسيحش، انا ما اظن يسيح، انا واحد من الناس صراتلي هكذا خلاص. على كل حال انا درت الطريقه هذه باش كيما نقولو نتجنب القطرات هذوك اللي راح يجيو من راسي في الجدار هكذا خاوتي. نشكركم خاوتي على المتابعه وان شاء الله في فيديوهات اخرى. Yeah.